السيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ العجي أبو فضل، نحن اليوم نجلس حوار معكم بحساب جريدة الخبر صحيفة وطنية مستقلة، وسنقوم في عدة مسائل تتعلق بالرهن السياسي والأبعاد السياسية التي تمر بها البلاد، ونتطرق إلى فترة عملية انتخابية والترشيحات، ونمر أيضا بعدة قضايا تهم الحزب وتهم الرأي العام الوطني والمحلي والدولي. كما تتولون إدارة شؤون حزب جبهة التحرير الوطني كأمين عام خلفا لأمناء عامون لأول أمناء عامين سابقين، وفي فترة يمر بها الحزب بأسوأ أيامه إن صح التعبير، وغضب شعبي أمام غضب شعبي أو نسبيا يكون شعبي، حتى ولو الحزب ما بقاش كما قبل كحزب حاكم حاليا، كيف تتعاملون مع هذا الإرث كأمين عام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أولا نرحب بزيت الخبر كلها والطاقم تاعها كل احترام وتقدير، دائما نستانسوا بالموضوعية والاحترافية اللي تميزوا بها، ولما ما تكونش كاينة احترافية احنا نغضبوا لأننا نغضبوا لأجل قيمة ووزن وقدر زيت الخبر. بالنسبة تقريبا أنا على قرابة تقريبا حوالي 10 أيام من استكمل الشمعة الأولى، وهي عام من وجودي لرأس الأمن العامة لحزب التحرير الوطني بعد ما وشحوني زميلات وزملاء أعضاء اللجنة المركزية بالأغلبية الساحقة من التزكية، 362 صوت ضد 6 أصوات معارضة فقط، ردد وردد مرة ثانية 6 أصوات معارضة و 362 صوتا كانوا معي. طبعا الحمل كان ثقيل طبعا لأن الحزب عاش فترات فراغ وعدم شرعية، وهناك مسؤولين ومنعمون من كانوا مسؤولين عن الانتخابات الشرعية والمحلية السابقة، وكانت هناك تصرفات غير أخلاقية، وكان هناك ظلم للمناضلين. وحتى أكون صريح، الحزب الحق عنده 20 سنة ووفيت في ظروف صعبة، حتى الحق نجاحات، لكن على مستوى القواعد النضالية والمحتوى البشري الحزب كان تأثر بتهميش وظلم. إذا كان أحد أوراق نقاط ورقة الطريق الخاصة بي وهو استرجاع هيبة الحزب ورجع الأمل وعودة الإطارات المهمشة، وقد تجسد هذا فعلا على مستوى الميدان، بحيث وكان لابد من أحد الإشكالات اللي كانت موجودة وهي الحالة النظامية مجمدة منذ عشرات السنين فيما يخص مقسمة المحافظين في إطار القانون الأساسي الذي يعطيني الحق في تنصيب لجان مؤقتة إلى غاية المؤتمر. قمت بإنهاء مهام 50 محافظة، هناك 3 هم من قدموا طلب إعفاء نظرا لأن عندهم ظروف خاصة، وكان لابد من تقدمهم في السن، كان لابد من تجديدهم وتغييرهم، وهناك من هو مناضل إخوة، ولكن ليس لهم إمكانيات لتجسيد برنامج الحزب والوقوف دائم، لأن مسألة تكون أمين محافظة أمين قسمة هي مسألة تطوعية تضحية، لكن كاين اللي أدى العمل لكن العمل ما كانش في المستوى، تم إنهاء مهامهم. وهناك من عناصر فاسدة تستعمل الحزب كسجل تجاري في البزنس في القوائم في الشرعيات أو في المحليات، كان لابد أيضا بعد من إنهاء مهامهم بعد أن أعطيتهم فرص لمراجعة أنفسهم، ولكن مارست، وايضا كنت اجريت على مكاتب محافظات اكثر من 107 مكتب محافظه، وكان التغيير دائما بضخ دماء جديده من مناضلين يتصوفون الشروط، والحمد لله التغيير دائما التعويض يكون باطارات شبانيه نسائيه ورجاليه. اضيف فقط بان على راس المحافظين الان بعد تغييرهم هناك اطباء، هناك دكاترة في القانون، دكاترة في الاقتصاد، هناك مهندسين، والحمد لله التغيير اللي درنا في كثير من المحافظات 95% أتى أكله. وإذا كان لاحظتوا بأن في الحملة تاع الدستور
الآن الحزب لا يسير رئاسة الشعب الوطني ولا يسير الحكومة ولا نملك وزير واحد، ولكن في الحملة الانتخابية في الدستور 23 تجمع اللي قمت بها أنا فقط كأمين عام، القاعات كلها مملوءة. قبل رمضان درت 6 تجمعات في كل من الشلف وتندوف وميلا ومعسكر وغردايا، لكن ما حط أعتقد صورها موجودة. تجمعات حاشدة، سؤال مطروح هؤلاء لمن جاءوا؟ جاءوا لرجوع الأمل في حزب التحرير الوطني وتمسكهم بحزب التحرير الوطني. ولا أدل على ذلك أن في الانتخابات الأخيرة من ضمن المشاكل اللي لقيناها أنه عدنا ضغط في القوائم، يعني 3000 مترشح لا يملك أي حزب 3000 مترشح. لو لم يكن الحزب ما زال هناك أمل وما زلت وهناك بداية تعافي الحزب لما جاء 3000 مترشح، رغم أن السيد رئيس الجمهورية لما صدر هيئة النخبة ودخلنا في فترة 3 أشهر الوقت كان يداهمنا، خاصة مع وجود عملية جمع التوقيعات هذه أخذت لنا وقت، ففتحنا فقط أسبوع فقط الترشيحات، لو فتحنا أسبوعين كانت تكون أكثر. ونعطيك أكثر كعلامة، إذا كان تقول الآن تشوف الناس تقول الحزب في أزمة، 3000 مترشح في 2021 هي أكثر من نسب من عدد مترشحين في 2017 وفي 2012 وفي 2007. إذن الحزب بدأ يتعافى، وذلك كان إقبال مترشحين عليه وإيمانهم ببرنامجهم. ومن ضمن المشاكل اللي لقيناها أنه في كل تلقى ولاية فيها 10 مقاعد، لكن اللي يستاهلوا بيكونوا يعني فرسان حوالي 25-30، ولكن أنت لازم تفصل عندك 10 فقط. فمن هنا تلقى بعض الغضب، ولكن أنا أقول لك علامة أخرى، سواء انتخابات 2007 أو 2012-2017 كنت لما تخص القوائم تكون هناك اعتصامات وحشود أمام مقر المركزي. هل لما خرجت القوائم هذه المرة في 2021 هل كصحفي لاحظتم وجود غضب شعبي حقيقي ميداني؟ كاين ناس جاوا قدموا طعون والطعون تدرس، ولأول مرة في تاريخ الحزب راح يجاوب من الأمين العام حالة بحالة، وسوف تشكل لجنة لهذا الغرض، وسوف يتم يعني إعطائهم فرصة وإرجاع لهم يعني جزء من حقوقهم في الانتخابات المحلية القادمة، وهذا وعد مني. فليست فقط مسألة طعون واحد غاضب احنا اللي غلطوا فيه في اللجنة الولائية أو لأنه يستاهل، لكن كاين اللي أولى منه، لكن أعطوه فرصة خلاص إن شاء الله يبقى يعني نحافظوا عليه ويبقى. واعتقد ان هذا اسلوب يعني راح يساهم في ترضيه بعض الناس. اذا الغضب اللي راه موجود فقط مصطنع في الفضاء الازرق فقط، في الفضاء الميداني في الواقع ما كان حتى شيء، ما كان شفتوا حزب، ما سمعتوا بلي كاين مسيره، ما كان يغلق المقر كما كانت ترى هذه ماذا بيترجعوا عليها. طبعا، لكن هناك غضب شعبي على وسط الحراك، يعني شعارات الحراك احيانا نرصد شعارات غاضبه على حزب التحرير الوطني بوصفه حزبا شارك في التحالف الرئاسي سابقا وشارك في. أولا لاحظت الحركة منذ عودته منذ 22 فبراير ما كانش أي إشارة لجبهة التحرير الوطني. تقدر تتأكد ما كانش حتى إشارة لجبهة التحرير الوطني. ما جرى في الحراك الأولي فقط وكبر عن حركة هبة شعبية كان فيها مناضلين من أحزاب أيديولوجية تختلف معنا من اليمين ومن اليسار حبوا يصفوا حسابهم مع جبهة التحرير الوطني فقط. ما جرى للجزائر خلال 20 سنة في حكم بوتفليقة هو مس كل الأحزاب وكل الدولة، ليس فقط وكل قطاع، لماذا تركز فقط على جبهة التحرير الوطني؟ نحن نملك أدلة لأننا لدينا مناضلين كانوا في الحراك المبارك. أنا كأمين عام تاع جبهة التحرير الوطني كنت محامي وما زلني محامي، ومشيت في الحراك في العاصمة وفي في 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 خاص بالأسد المحامي وفي البليدة هذا، وعدنا قيادات وآلاف من المناضلين والقيادات مشاو في الحراك الشعبي الأول يعني الأصيل الذي كان ينادي بذهاب الرئيس بوتفليقة ولا العودة الخامسة. ثاني مسألة العودة الخامسة هذه، لماذا دائما يطالبون بأن جبهة التحرير الوطني؟ القانون واضح في الحزب يمشي بمؤسسات وقانون أساسي ونظام داخلي. القانون الأساسي يقول بأن تزكية مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية يتم عبر اجتماع لمؤسس من اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة قيادية. المادة 35 فقرة 9 من هذا القانون الأساسي تقول بأن تزكية مرشح حزب يتم عن طريق اجتماع اللجنة المركزية وهي الهيئة السيدة. نسألكم هل أنتم اللجنة المركزية اجتمعت وقررت مساندة أي مرشح؟ ما جرى أنه باع
بعد ذهاب سيد الأمين العام السابق محمد جميعي في قضية العدالة، القانون الأساسي يقول بأن يتم تعويضه مؤقتا بعضو مكتب سياسي لظرف معين فقط، وإما زوال العائق الخاص بتعذر وجود الأمين العام أو الذهاب إلى المركز. ما جرى أن الشخص اللي كان هناك نصب روحه بأنه أمين عام بالنيابة، ونحن في القانون الأساسي في القانون القومي للحزب لا يوجد عندنا نصب أمين عام بالنيابة أصلا، وتجاوز صلاحياته وبقى في الحزب 8 أشهر ومشى دار مذكرة وليست حتى بيان بخصوص ضعف رئاسة مرشح آخر. أما القاعدة النظرية وأغلبية القيادة كانوا مع الرئيس عبد العزيز تبون، عفوا عبد المجيد تبون، وأنا كنت موجود يعني في الميدان في هذا الإطار، وهذا ليس للمفاخرة أو شيء ولكن هذه حقيقة. لماذا أن الصحافة ما تكلمش باللي كانت هناك قيادات ومناظرين ضد المسار تاع جمال عبد العباس، وأصدرنا بيانات وأعطينا تصريحات في القنوات الخاصة؟ هذه حقيقة، كانت هناك ناس مع الفساد لكن هناك ناس مع الإصلاح. على ذكر يعني الترشيحات و يعني كنت مطيت كنت هنا، ثم ترشحتم في قائمة العاصمة، لكن وجرى أنه انسحبتم أو يعني لا ندري بالضبط ما جرى، إما انسحبتم أو يعني السلطة الوطنية للانتخابات يعني أقصدكم من سباق التشريعيات، يعني ما جرى بالضبط؟ لا هو انسحاب، ولكن الانسحاب في القانون ممنوع الانسحاب، لكن من حسن الصدف انه في الترشيحات دائما مرات تكون ملفات ناقصه. احنا لما كنا تحت الضغط، لان انا رئيس اللجنه الوطنيه وعندنا 3 أشهر تقريبا احنا نخدموا على الملف هذا، من الضغط نسيت البطاقه الاعفاء الخدمه الوطنيه، وكما تعرف الخدمه الوطنيه عندها قانون يحكمها اسمه قانون الخدمه الوطنيه، مثل ما تجبرك القانون يجبرك على في ظل شروط معينه وظروف معينه ان تذهب الى الخدمه الوطنيه، مثل ما نفس القانون لظروف معينه يعطي اعفاء، وقد تم اعفائي في سنه 2000 بمرسوم رئاسي للعفو ضمن يعني الفئات المستفاده من العفو، وترشحت في 2002 في جبهه التحرير الوطني، وانا عندي الاعفاء، وفي 2007 وفي 2012 وفي 2017 وحاليا. اذا لما كانت وتعرف لما تنتهي المده نتاع الاجال نتاع دفع الملفات، حتى وان تخصك وثيقه مضطر اللجنه انك تقصيك وتحط تروح للعداله، بكل حال انا مثلا. اذا ما جرى هو سهو مني من الضغط، نسيت باش ندفع البطاقه، وانا البطاقه عندي. هل لجأتم الى المحكمه الاداريه لاستكمال مثلا هذه الوثيقه حتى يستوفي الملف؟ لم ألجأ، لاني اصلا قبل اصلا على انسحابي. اذا كان ذكر قبل اسبوع كان على الانسحاب تاعي من سباق الشرعيات، لان كان في الاصل انه في العاصمه يدخلوا مسؤوليه رؤساء احزاب، لكن لما في الاخير لقيت روحي انا رئيس الحزب الوحيد، ما يمكنش رئيس حزب وحيد، لازم ينافس رؤساء احزاب اخرى ممثله، فقيمت الوضع فيما يخصني انا كامل عام وسحبت الملف تاعي. طبعا السحب الملف ممنوع، فكان الحمد لله انه كانت كاين مشكل في النقص في وثيقه معينه، وكفى الله من شر القتال. شكرا. ما موقع يعني حزب الافلام في المشهد السياسي الذي يتشكل حاليا؟ يعني نشوفوا انه الافلام كان يعني توقعات او تكهنات سياسيه من طرف المراقبين انه حيكون متراجع نوعا ما في وصفه حزب سيارة، ما كان جزء من سيارة مرحلة معينة، يعني كيف تقيمون هذا التعليق أو هذه التكهنات أو التوقعات؟ أولا حزب التحول الوطني هو أكبر حزب فيه خزان من الإطارات، وحزب يعني متجدد في الأوساط الشعبية، هو أكبر حزب الذي يملك 1668 قسمة، يعني أكثر من عدد البلديات، ومتواجد عبر كامل التحول الوطني، كل منطقة حدودية موجود فيها وكل بلد الجزائر موجود فيها، وحتى الولايات المنتدبة يعني الولايات الجديدة 10 ولايات في الجنوب، احنا كنا من قبل منذ 6 سنوات درنا فيها محافظة الحزب، لأن يعني الحزب الآن عنده 118 محافظة على مستوى الوطن. إذا هذا التجذر وهذا في الوسط الشعبي والوجود الفعلي رغم كل المشاكل، إلا أننا سوف نبقى قوة أساسية في البلاد، وإن يكون هناك تراجع نحن نعمل فقط بهدوء
وبسرية، واللي تاكل سوف تكون إن شاء الله نتيجة يوم 12 جوان. هاد الناس نجاوبهم يوم 12 جوان إن شاء الله. ثم حركة، تدعو أو تسعى إلى سحب ثقة منكم يقودها ما يدعون أنهم مركزيين في الحزب، يعني أعضاء اللجنة المركزية، وقاموا مؤخرا ب يعني مورون في بوليدا. أعتقد داروا أعتقد بيان منشور في 29 شخص. أولا يعني الإنسان لابد يكون عنده أخلاق بشرية، ثم أخلاق إنسانية، ثم أخلاق جزائرية، ثم أخلاق إسلامية، ثم أخلاق أفلامية. هذا من الناس اللي داروا البيان. في 8 تم إقصاءهم من طرف لجنة الانضباط المركزي. إذن ليس لهم صفة ولا يصبحوا أعضاء في اللجنة المركزية. هذه أولا. فيهم 9 من الناس، سجل عندي. فيهم 9 من الناس حاليا مترشحين في قوائم حرة في أحزاب أخرى. هذا القانون الأساسي هذا يقسيهم آليا أوتوماتيك مو نقصيا. وسوف تتم إحالتهم هذه الأيام إلى لجنة الانضباط المركزية وهم بحكم بدون صفة. يعني عندك 8 أو 9 عندك 17. هناك 2 ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية من موقعي. وهناك 6 تم تزوير توقيعها وعطونا إبراء ذمة بأنهم لم يلتقوا ولم يجتمعوا ولم يوقعوا على هذا البيان استعملوا أسماء. إذا المجموع عندك حوالي 22-29. أنت ونسأل صاحب الذي دار البيان أو ذا هل من الأخلاق أنك تكذب على الناس وأنك تكذب على الناس؟ واللي يحب يعاضي تفضل ما عندي حتى مش أنا كل القرارات تاعي والعمل تاعي وخلق مؤسسي والنظام الداخلي. هذا الناس اللي بيحبوا لأنه كاين محافظين كانوا محافظين فاسدين. محافظ اللي يخلي المحافظة 4 سنين مغلوقة. هل يمكن نخليها أنا كمحافظة كمحافظ التعليمات اللي طبقهاش حزب غائب في الولاية نتاعو لما خذينا موقف نتاعهم الناس يغضبوا. أنا بالنسبة لي لو كنت نحوس على أمور شخصية نتاعي من نمسح حتى واحد نخلي الحزب راه راكد ما يهمنيش. ولكن أنا جيت في إطار مهمة أن الحزب هذا رجع الاعتبار تاعو وضع الاعتبار تاعو وإن شاء الله الجهد اللي درناه طيل 60 سنة والتعب أنا وخواتي وإخواني في المكتب السياسي واللجنة المركزية والإطارات الحزب سوف نجني ثمار هذا العمل يوم 12 جوان إن شاء الله. لو يعني لم تتحصلون يعني الأغلبية المريحة اللي تخليكم دائما أغلبية في البرلمان، هل يعني تتوقعون أنكم تديروا تحالفات مع أحزاب أخرى؟ وما هي الأحزاب المرشحة مثلا اللي تتحالفون معها؟ لا على كل حال الحزب تاعو حتى الاغلبيه المطلقه ما راحش توجهنا وفلسفتنا ما راحش نحكموا عليه لان هذا عمل اعاده بناء البلاد وظروف اقتصاديه تعيشها البلاد وظروف اجتماعيه وظروف الوباء وظروف بصفه عامه ماذا بينا نشركوا اخواننا من الاحزاب في اي عمل واذا ما كناش راح نكون احنا مع التحالف بصفه عامه احنا هذا جهد يعني ما يقدرش عليه حزب وحده ولا نسوا عنه الاغلبيه من دابين إشراك جميع الأحزاب السياسية القريبة لنا من الرؤية السياسية وفي التيار الوطني ونمشوا من أجل يعني تجسيد الوعود على أحد الحملة الانتخابية. يعني الأحزاب اللي عندها تتقاسمون مع نفس الرؤية مثلا؟ أكيد الأحزاب القريبة من البرامج تاعنا قريبة من بين أو نوفمبر من برامج الاقتصاد الاجتماعي يعني نلتقي معها أكثر من نختلف معها. نتطرق الآن إلى مسألة المطالب التي رفعها الأمين العام لمنظمة المجاهدين بالنيابة حول قد وحول يعني إمكانية اللجوء إلى القضاء لنزع شعار حزب جبهة التحرير الوطني من حزب جبهة التحرير الوطني بوصفه يعني حسب مبرراتهم بأن جبهة التحرير الوطني هي ملك لجميع الجزائريين. ومن الضروري ان تكون في المتحف والحزب يكيف يعني شعاره او رمزه يولي كباقي الاحزاب فهو فريق تنافس المتنافسين يعني ما تبقاش تستعمل شبه التحرير الوطني كشعار لانكم حزب سياسي كباقي الاحزاب يعني ما ردكم على هذا اولا احنا نوجه سؤال واحد هذا الامين العام للنيابه هو كان نائب في البرلمان عن جبهه التحرير الوطني في الثمانينات لماذا لم يقول هذا الكلام لما كان يستفاد من جبهة التحرير الوطني؟ طبعا في السبعينات كان في المشروع الوطني باسم جبهة التحرير الوطني.
احنا الرجل التاريخي مثلا لما يطالب بهذا الكلام لما كان في الحزب السفلي، الان هو راه عضو في حزب معارضه ادى طالب بمقاطعه الانتخابات. اذا مش الان راه مش اولا مش من حقه في الشكل انه يتدخل في حزب مشتعل من حيث الشكل، حيث حجب الوطن هو ملك لمناضليه، ليس له الحق لا هو لا غيره مهما كان صفته يتكلم على الحزب ولا يحب يروح للعداله بالقصص الخرافيه نتاعو. يروح للعداله هو يحب الحزب هذا عنده مناضل نتاعو. ثاني يبدو ان الشخص يفرق بين جبهه التحرير الوطني وبين حجبه التحرير الوطني. حجبه التحرير تاسس على انقاض جبهه التحرير الوطني في 62 في مؤتمر طرابلس، حزب الحاكم وحزب الواحد. ثانيا نعتقد انت تقدر تشاركني ان الاحداث اللي عشها البلد هذه ما هي الاحداث؟ قضية الماك باعتباره حركة عنصرية انفصالية إرهابية، لم يكن الموقف في ما يقوم به الماك محاولة تقسيم البلاد، والماك يتعامل مع فرنسا مع إسرائيل ومع الموساد مباشرة. كان مفروض أنه أول واحد يتكلم عن وفاء لأحد الشهداء وموقف كمجاهدين، مفروض وراء ينتقل مجاهدين. لا أعتقد بأن واحد مجاهد من الجزائر راه راضي بما يقوم به الماك، ولكن هذا الشخص لم ينقل او لم يتكلم باسم مجاهدين بخصوص الماك، لم يتكلم في المناورات اللي كانت يقوم بها في الحراك والى بعض في الحراك الاخير وبعض الاضرابات اللي كانت تحاول تشل الجزائر كاحد الاساليب لاثناء السلطات على تنظيم الانتخابات في وقتها، لم يتكلم عليها وهي حدث هز البلاد. إخواننا في فلسطين في الأقصى وفي غزة يموتون، ونحن كجزائريون نتضمعهم باسم العروبة أو باسم الإسلام أو باسم الإنسانية. ولا أعتقد أن هناك مجاهد واحد في الجزائر لا يتعاطف معها سواء باسم الإسلام أو العروبة أو الأمازيغية أو الإنسانية بصفة عامة. لم يتكلم وهو يرأس منظمة تاع مجاهدين لها من قيمة المعنوية عن الشعب الجزائري ولم يؤتي. إذا نحن نقول جبهة التحرير الوطني ليست لها بها أي علاقة، وعليك بالاهتمام بشؤون منظمتك. لكن لديك مشاكل تنظيمية، لم المؤتمر الحق الأجل تاعو ماداش مؤتمر، والأجل تاع المجلس الوطني للحداء هو الآن راه بصفة مؤقتة عليه أن يهتم بشؤون منظمته. أما جبهة التحرير الوطني فلديها هي مثل مناضليها ولديها مسؤوليها الذين يقومون بالعمل تاعها. أما أنه بالنسبة لنا هذا التصريح يندرج في اطار مناوره، وللاسف هذا التصريح ترى داخل فيها ويستعمل في منظمه عزيزه ضد مس كل الرموز الوطنيه والاحزاب الوطنيه. جبهه التحرير الوطني حزب كبير، والغريب انه سوف اعطيك الان يعني نوريك مراسله نوريتها هيك اعتقد مراسله في 5 جويلية لما كنت انا امين عام، نرسل التهاني لكل المنظمات الكبيره بينما هو ويقول لي انا مستعد نعمل مع بعض في اطار هاي المراسله موجوده، نعطيكم حتى نسخه منها على كل حال ثم بعد نزودكم نسخه منها. اذا الشخص هذا يؤدي بدور لصالح جهه معينه بالنسبه لنا. الغريب انه انا ما حبيتش ارد عليه الان، وانا ردت عليه الان كاين مجموعه من الاطارات تصدوا وردوا لي، ولكن السيد مازال يعني فلازم الان نقول يا ودي ماذا بك توقف هذا الامر، ليس شانك، انت عندك منظمه التربيه، هذا احنا حزب، إذا كان كاين الحزب من الناحية القانونية عندنا الداخلية تتعامل معها باعتبارها القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، الوزارة الداخلية اللي مسؤولة على التطبيق نتاعو، والحزب والشعب الجزائري نقول له ولكل الحاقدين على جبهة التحرير الوطني بأن من يحلم بأن تكون جبهة التحرير الوطني المتحف سوف يجيبهم الشعب الجزائري صاحب السيادة يوم 12 جوان. ثانيا ان نسال انه واحد يمثل منظمه ابناء منظمه المجاهدين بالنيابه ويطالب نفس المطلب اللي تطالب به فرنسا. فرنسا المطلب نتاعها انها تشوف جبهه التحرير الوطني في كحزب يمارس السياسه. فنسالوا كيفاش واحد يكون عنده نفس المطلب نتاع المطلب نتاع العدو نتاع الامس. هذا عالم استفهام. يعني انتم تقيمون المطلوب على اساس يتقاطع مع رؤيه فرنسا؟ بالطبع. ما طالبه هو وباقي كاين حتى رؤساء احزاب طالبوا، يعني من قبل ما نذكر اسمهم زوج رؤساء احزاب طالبوا بان الحزب يروح المتحف، منهم واحد عاش حياته كامل واملك تاعو كل دراهم اثناء جبهه التحرير الوطني، والان راه داير حزب، وكاين حزب اخر كيطالبوا ما نجاوبهمش. انا على كل حال نخلي الشعب يجاوبهم،
ولكن هذه المطالب كلها نتاع إحالة الحزب المتحف هي نفس هي التقاطع مع رغبة فرنسا وحلم فرنسا أنها جبهة التحرير الوطني تدخل تروح المتحف. لكن احنا نقول بأن صاحب السيادة هو الشعب، نروح للشعب نتنجوا وسوف نراجع الشعب لهؤلاء. المطالب تصب في مصلحة فرنسا بالسلطة، هكذا مش مصلحة فرنسا، المطالب تتقاطع مع رغبة فرنسا، تتقاطع مع رغبة فرنسا في عدم رؤية جبهة التحرير الوطني حزبا كبيرا وموجودا في الجزائر. هناك يعني حتى الانتليكتوال يعني مثقفين كاين كتاب للسفير السابق الجزائري كمال بوشامة مثلا دار فونداسيون او الموزي يعني في تحليله هنا يقول في صفحة 320 يقول انه مثلا الحزب يعني صار لازم يتجدد، يعني لو ما يتجددش الحزب راح يكون مصيره المتحف يعني تلقائيا. نعم. كيف انتم يعني هذا المطلب او هذه الرؤيه التاريخيه او الصيروره التاريخيه تكلم عليها حتى يعني مثقفين ما عندهمش انتماء يعني تنظيمي او مثقفين يعني ما عندهمش حتى رغبه او مطلب سياسي. نعم. كيف يعني تشوف انا اجيبك بان هذا مفهوم انا مقتنع به، وايضا مقتنع بقصيده كان انجزها المثقف الدكتور الشاعر ازراج عمر اللي موجود في لندن سنه 1983، قال ايها الحزب تعدد او تجدد او تبدد. فالتعدديه كاينه منذ 89، لكن نحن نتجدد ونتبدد. ونضيع لكم يعني ليس سرا ان هذا هو الشعار الرسمي للحزب التحرير الوطني في الانتخابات الشرعيه 2021، شعارنا نتجدد ونتبدد. طبعا التجدد لا بد منه لاننا الحزب هناك اجيال قديمه اجيال حاضره، يجب هناك تجدد في الخطاب وتجدد في المحتوى وتجدد في الهيكل البشري. نعطي فرصه للطاقات الشبانيه موجوده مستعده تخدم. وانا بكل صراحه بديت منذ رجعت منذ جيت الامن العامه في وضع طاقات بشريه كبيره سواء في القسمات او في المحافظات او هنا في اطار الخلايا تاع العمل تاع الاعلام او الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، لان طاقه كبيره وابناء جبهه التحرير الوطني يجب تعطيهم فرصه وتأطرهم. ولذلك ايضا حتى انه الجانب التكوين درت يعني عينت عضو مكتب السياسي وكلب التكوين وايضا مستشار الرئيس الامين العام وكلب التكوين لاعطاء يعني فرصه كبيره سوف نستغلها ان شاء الله بعد الشرعيات، لاننا منذ مجيئي كانت هناك احداث تتوالى الدستور قانون الانتخابات ثم يعني تحضير الانتخابات. لازم تعرف بلي تحضير اي انتخابات لازم يكون قبل وجودها بحوالي 5 أو 6 شهور، تاخذ لك كل وقت كامل يعني لانك عندك حزب كبير وعندك هيكل كبيرة لازم تسيرها. فشعارنا يعني نفس ما قاله سكان بوشامة. بالمناسبة كان منذ 4 أيام كان عندي نشرب معايا قهوة كنا وقلت له بأن الشعار اللي اخترنا حوالي شهرين تقريبا بأننا نتجدد ونتبدد. هذا هو الشعار. على ذكر يعني الحزب المتحف هذا التجدد ما أرونه أنه التجدد قد يعتبره الشارع أو جزء من الشارع أو الغاضبون في الشارع إعادة طموحة أو إعادة تكيف مع مرحلة أخرى، لأن مرحلة سابقة كان يعني مرحلة مغروم عليه. هل تقدر تشاركون؟ والله أنا ما أدري كيف تقول الشعب، لأن إحنا رايحين الشعب. إذا كان الشعب رفضنا يرفضنا نهار التجمع. أما يجوا جماعة في 300 400 والله يقول لفلان ديكاج تقول للشعب هذه مثل أنفسهم. احنا لاننا متاكدين ومطمنين وثيقين في الشعب هذا اللي راح ناخذوا حقنا في الانتخابات القادمه. الان ولذلك كاين الناس مش حابه تجرى الانتخابات. الانتخابات الشعب سوف يقول كلمه اليوم في 12 جمعه. مش حابين لان 12 جمعه تفضحهم. راح تبين حجم كل واحد. والناس تهاجم فيهم الحزب اللي تهاجموا فيه جبهه التحرير الوطني. دوك تشوفوا المكانه تاعهم الشعب. هذا هو. من اين استمد الحزب هذه التجدد وهذه القوه؟ هل يعني هذا هو امتداد تاريخي لحزب يعني من 62 او كذا، او يعني الحزب تستمد فيها كقوه يعني في الواقع في الراهن؟ الواقع لان الناس ما تفرقش بين ان شوف كاين ناس عندهم خطر على جبهه التحرير الوطني مش على الحزب كبرنامج او كتاريخ،
على أشخاص في جبهة الحرب. يكفي فقط أنا كأمين على المرأة صلاحية الأشخاص لأن المهام تاعهم ونعين أشخاص المستوى يسترجع الحزب، هذا هو السر، يسترجع الحزب الهيبة تاعه والقدر تاعه. الآن فقط في الترشيحات لما تدير ناس المستوى الناس تجي تقول الحمد لله جبت التحرير الوطني، هذا ما كنا نتمنى، الحزب عز علينا وجاب أشخاص في المستوى. أما القلق اللي كان عند بعض الناس أنه لما يكون الحزب بقدره ويجي مثل واحد في المحافظة أو في القسمة مرتشي أو 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 أو, أو في أعمال غير أخلاقية، طبعا الناس هذه تأسس تقول جبت التحرير الوطني غالية مثل نفس الشخص. أنا لماذا إحنا الرهان تاعنا في التغيير هذا؟ لما التغيير دائما يكون بأشخاص في المستوى نسترجع ثقة الشعب. ثانيا الناس اللي كانوا في حزب من قبل في الهياكل أو في مش كلهم يعني سلبيين أو فاسدين، كاين ناس لا إصلاح، كاين ناس نظاف، كاين ناس عندهم العمل تاعهم، كاين ناس قاوموا المسؤولين السابقين اللي ما كانش عندهم مستوى أو أخلاق باش يسيروا سواء كمنتخبين أو في المحافظات أو في المكتب السياسي أو في الأمن العام. نرجع اليوم الان استاذ على مساله التوريد، يعني رسمنا كصحافه يعني منذ كم يوم وفيه اعراض سابقه قاموا بترشيح ابنائهم يعني في اطار عمليه توريد هذه هذا النضال او حابين او يعني هم اعتقدوا انه ابنائهم اهل الترشيحات رشحوا انتم كامين عام هل كنت تعرضت لهذه الترشيحات وكيف تعاملتم وتعاطيكم على هذا الشكل من الترشيحات؟ شوف انا كنت تعرضت لها وبدقه الامر. انا اصدرت تعليم الشفوي بان يمنع على المحافظين الحاليين او مثلا اي مسؤول اخر او عضو سياسي او عضو لجنه مركزيه ان يرشح ابنه. لماذا؟ لان رغم ان القانون لا يمنع ولكن يمنع لما تكون تؤدي المهمه، لما تكون عضو لجنه مركزيه عندك تاثير معنوي على لجنة الترشيحات، لما تكون محافظ عليك تأثير معنوي. وأيضا ضد منع أيضا النواب السابقون في العهدة الفائتة أنه يرشح ابنه أو بنته. لماذا؟ وكأنها سيد كان راكب يهبط يركب ابنه ولا بنته. هذه احنا منعناها تعليما، طبعا تعليما وطبقا. احنا تلقينا 5 أو 6 حالات لأبناء وبنات مناضلين قياديين سابقين لم يمارسوا. كاين واحد الولد تاعو كان عضو في البرلمان منذ 20 سنه، واحد كان عنده في البرلمان منذ 12 سنه. هل نمنع هذا الناس؟ هل ممنوع الان انه واحد كان مسؤول منذ 20 سنه باش يكون واحد ابنه او حفيده يترشح؟ هذا مش منطق حتى اخلاقي، خاصه ان ابناء هؤلاء يعني مناضلين موجودين في مكاتب محافظات موجودين. اللي منعته انا انه واحد يكون في نفس العهده، يعني هو انت تنتهي العهده نتاعو يركب له ولا بنته، هذه مش موجوده وتحدى اي شخص يعطيك اسم. ما جرى انه عندنا قلت 5 حالات من ضمن 3000 مترشح، نسبه ضعيفه جدا. لما حطينا 600 مترشح من اجل تحط الاضافيين، يعني 600 مترشح تقريبا 550، كانوا 5 منهم 2 تم اعتراض عليهم في السلطة المستقلة. إذا هذه الناس حبوا فقط يبزسوا بها. العدد قليل جدا بالمقارنة، يعني 5 أو 6 من 3000 مترشح، بسيطة جدا. ثانيا نقول بأن الناس لازم يفهموا التوريث هو لما تكون أنت مسؤول وتورث ابنك، ولكن هذول الناس مش مسؤولين، يعني ناس بعادة متقاعدين من العمل السياسي. يعني هل من المنطق نمنع واحد بعد 20 سنة كان عضو في البرلمان ما دخلش البرلمان وغادر منذ 20 سنة انه ابنه باش يترشح؟ هل حرام؟ هل السيد دار جريمة؟ يمكن كثير يعني باعتبار قيادات سابقة وعلاقاتهم داخل الحزب، يعني كثير على دفع ابنائهم للترشح. شوف علاقاتهم، شوف لأول مرة والناس قيادين النزهة تاع الحزب يعرفوها. لأول مرة الحزب يجي كل القوائم اللي جت من القاعدة 90% تم المصادقة عليها بدون تغيير. احترمنا رأيها فقط، احنا درنا التعليمة ووضحناها في الوقت، أعطينا لهم حذرنا من هذه الأمور تاع يرشحوا أولادهم وكذا في المسؤولين يعني في المحافظة والله. درنا مشرفين من خارج الولاية، هذه لجنة الترشيحات
مثل الترشيح حتى عنبة يبقى أصعب واحد من هذا، أصعب عضو لجنة مركزية من خارج عنبة، هو حتى يعني نتفادوا كل العلاقات الزبونية والعلاقات والعاطفة. فكانت العمل بصفة عامة بصفة عامة بنسبة 80% نجحة. فالعمل اللي كان تبعته عن طريق المشرف بالتواصل اليومي، العمل اللي كان تم بنجاح وبين النظافة اعتمدناه 100%. العمل اللي كان فيه شوية خلل طبعا أنا كأمين عام مكتب سياسي دخلت، والكلمة الأولى الأخيرية دخلت وسجمنا بعض الأوضاع، وممكن قوائم ما كانت في المستوى عودنا غيرناها، لأن مصدر أنا ما في حق ليأتي من القاعدة وعبارة عن اقتراح فقط، اقتراح نقبله أنا كأمين عام ولا نقبله، ولكن 90% من ما جاء في القاعدة تم اعتماده. طلب رأس سعيد تدوري قطر، يعني صرحت من قبل انه علاقة جزاء مع فرنسا يعني تم بني على احترام الذاكرة والاعتراف بالمجازر، وهل يعني انتم تعملون مع فرنسا في وقت حزب وطني فرنسا الاستعمارية او فرنسا الرسمية، او تعتبرون ان فرنسا هي الاستعمارية وهي الرسمية في؟ لا، دوك فرنسا الرسمية إذا كان أرادت أن تتخلى عن فرنسا الاستعمارية فإنها تعامل بمنطق أن مسألة الذاكرة، الاعتراف بجرائمها، الاعتراف مجازر 1945، بتجارب النووية بيرنغان، الاعتراف والاعتذار، هذا لأن هذا من التاريخ فمستعدة. لكن يبدو أن فرنسا الرسمية لم تستطيع التخلص من فرنسا الاستعمارية بوجود لوبي نافذ فرنسي يعني عنصري يعمل من اجل ان الجزائر تبقى ضعيفه وخلق المشاكل للجزائر. لا، دوبي مش فقط في الجزائر، يعني دوبي في موجود في فرنسا اصلا، يعني دوبي حتى لو يجي اي رئيس فرنسي يحب يدير خطوه يلقى عراقيل، يعني حسب ما اتبع بان الرئيس الفرنسي الحالي يعني لو كانت لديه بالنسبه لي هذا رايي وليس هو رئيس، لا اتكلم على رئيس، رئيس اتكلم على رئيس الجمهوريه. في رأيي التحليل الشخصي أعتقد بأنه أي رئيس وهذا أو رئيس آخر لما يحب يجي يخطو خطوة في التفكير مثل الاعتذار أو كذا يتلقى يصطدم بهذا اللوبي الموجود، أيضا اللوبي معادل الجزائر وما زال يتحكم في مؤثر في فرنسا بقوة في الإعلام أو في ال في طبعا هو 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 إحنا فرنسا عندها عقدة أنها خرجت مهزومة، وانا للشعب يعني الاعزل الضعيف فضع تحديها وفضحها وفضح الاحباط كل، لان شخص لما تنتصر عليه يكون تحس كان يحتقر فيك، الان يولي يحس فيك باللي انت اكثر منه شكلت له عقده. اما بالنسبه للدول اللي ما داروش ثورات وما تحدوش فرنسا، فرنسا تقدر حتى تعتذر منها لان ما تحسش بلي خصم، لكن هذا العقده لما تعتذر من خصم هذا هو الاشكال. اخر سؤال كجهاز تستعمله السلطة يعني بين قوسين لممارسة تشكيل مشهد سياسي، وأحيانا يبدو كحزب، يبدو كحزب ينفصل من تلك، يعني كيف يمكن رؤية حزب جبهة التحرير، حزب التحرير الوطني يعني في حقيقتها هل هي جهاز تابع للسلطة في فترة، أو هي حزب سياسي عنده حرية الممارسة السياسية وقد يصبح يوما ما في المعارضة، وقد سبق وأن سجلنا أن حزب جبهة التحرير الوطني كان في المعارضة. وحزب التحرير الوطني هو حزب وليس جهاز، قد يكون في فترات معينة استعمل كجهاز، لو كنا جهاز كنا نسدو أصلا حقنا، حنا كنا قبل الأغلبية ما عندناش وزير في الحكومة، كنا أغلبية ورئاسة المشعب الوطني لحزب صغير يعني لا يتعدى 5 أو 6 أعضائه. ما ناش جهاز، حنا حزب مر الظروف، حنا كنا استحسننا اننا ما نكونوش الحكومه هذه ولا كذا، لاننا رانا نبنيو في البيت تاعنا من جديد الامور تاعنا ونحضروا اليوم 12 جوان ان شاء الله. شكرا جزيلا.